عصر الإنترنت نحصل على الإجابة عن أغلب تساؤلاتنا بكل سهولة، فعدة نقرات على متصفح الإنترنت تفتح لنا بحراً من المعرفة. لكن وبالرغم من ذلك، هناك الكثير من التساؤلات التي لا يستطيع أحد الإجابة عليها، وربما لن نجد الإجابة عليها أبداً، مثل الفيديوهات الغامضة والمرعبة التي تنتشر عبر الإنترنت والتي يتجادل الناس حولها باحثين عن الإجابة الصحيحة، ولكنهم لا يتوصلون إليها أبداً. وفي هذا الفيديو جمعنا عدداً من هذه المقاطع، شاهدوا الفيديو إلى النهاية لمساعدتنا في حل هذه الألغاز. جميعنا نحب التنزه وممارسة مختلف الأنشطة مثل السباحة وغيرها، ونحب أيضاً تسجيل هذه اللحظات بواسطة الكاميرا لكي نتذكرها فيما بعد عند مشاهدتها. هذه الفتاة تعيش في الفلبين وذهبت إلى أحد الشواطئ مع أصدقائها وصورت لحظة غطسها في البحر، فظهر شيء غريب جدا يشبه الإنسان خلفها ولكنه لم يكن واضحا، فخرجت من الماء ثم غطست مرة أخرى ولكن ذلك الشيء اختفى تماما. الفتاة لم تلاحظ ذلك إلا عندما عادت إلى المنزل وتفقدت الصور، يبدو أنها لن تذهب إلى الشاطئ مرة أخرى بسبب ذلك. أحد صناع المحتوى في منصة يوتيوب قرر استكشاف غابة في إندونيسيا برفقة فريقه. هذه الغابة تشتهر بحدوث الظواهر الغريبة فيها، وظلوا يستكشفونها لساعات طويلة ولكن لم يظهر أي شيء، فقرروا الخروج من هناك. وفي الطريق شاهدوا شيئا غريبا داخل إحدى البرك، في البداية لم يكن واضحا، وعندما اقتربوا منه وجدوا شيئا يشبه رأس الإنسان مغطى بالشعر. يبدو أن هذه الغابة مرعبة بالفعل. الحوادث الغامضة لا تحدث فقط في الغابات والأماكن المهجورة. في هذا الفيديو ظهر شيء غريب في مدينة الألعاب هذا، حيث كان الناس يستمتعون بركوب هذه الأرجوحة، فظهرت المركبة صفراء وهي تحمل شخصين على متنها، لكن وبعدما أكملت الأرجوحة دورة كاملة لم يكن على نفس المركبة سوى شخص واحد. هل كان ذلك خللا في الكاميرا أم أنها صورت مشهدا غامضا بالفعل؟ الكثير من الثقافات حول العالم تؤمن بأن الأشباح قد تسكن في أجساد البشر ثم تسيطر عليها، وبعض الناس يؤمنون بأن هذه المخلوقات تستطيع التحكم بعالمنا المادي، وهذا ما ظهر في هذا الفيديو، حيث مرت مركبة تسير بمفردها بجانب شابين كانا واقفين في ذلك المكان فحاولا إيقافها ظنا منهما أنها تنحدر بسبب عدم عمل الكوابح بشكل جيد. لكن إذا أمعنتم النظر في بداية الفيديو فستشاهدون المركبة وهي تعود إلى الخلف ثم تعدل مسارها ثم تسير نحو الأمام، وهناك فيديو آخر لنفس المركبة وهي تعبر من خلال التقاطع حيث انخفضت سرعتها وكأن شخصا ما يقودها، ولكن الغريب أنه لا يوجد أي أحد بداخلها. قام شخص برفع مقطع على منصة ريدت وأوضح أن كاميرا المراقبة في منزله التقطت ذلك. هذا شخص يعيش برفقة عائلته في ذلك المنزل وبدأ يسمع فيه أصواتا غريبة، وفي إحدى الليالي حدث شيء غريب بالفعل، حيث أصدر المذياع الموجود في غرفة ابنته أصواتا غريبة من تلقاء نفسه. وعندما استيقظت ظهر لها ظل أسود مخيف فصرخت وهربت من هناك، وعندما حضر والدها لم يجدوا شيئاً. لكن ذلك لم يكن الحادث الأول، فقبل ذلك بعدة أيام سجلت الكاميرا أصواتاً غريبة ولا تعرف العائلة عن ذلك أي شيء، وما زالوا يعيشون هناك. عند هطول الأمطار الغزيرة فإن السماء ترعد وتبرق، وهذا الفيديو صور في ولاية فيرجينيا الأمريكية، حيث ظهرت السماء وهي ترعد بصورة مخيفة وغير اعتيادية، وفي ظل هذه الأجواء تمنع الطائرات من التحليق في السماء، لكن وبالرغم من ذلك ظهر ضوء أبيض يطير في السماء، وبعد انتشار الفيديو ظن البعض بأنه قد يكون طبقا طائرا، ولكن الخبراء يظنون أن هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية وتسمى بالبرق الكروي، وهي نادرة الحدوث وغير مفسرة بشكل جيد. هذا شخص يدعى علي وهو صانع محتوى على يوتيوب، وزعم أنه مر بتجربة ظاهرة غامضة بنفسه ونشر مقطعا لتلك الحادثة، حيث كان نائما ثم استيقظ بسبب نباح الكلاب
ثم سمع طرق الباب، وعندما فتحه لم يجد أحداً. وفجأة حدث شيء غريب، وكأن شيئا ما هجم عليه وأسقطه أرضا، وبطريقة ما استطاع الإفلات منه، والكلاب كانت تشاهد ذلك وبدت خائفة جدا، ثم عاد إلى سريره. هذه الفتاة أحست بوجود شيء غريب في غرفتها، فقررت تصوير ذلك، حيث فتح الباب من تلقاء نفسه، وكان هناك صوت غريب قادم من خلف الباب، ولم تعلم سبب ذلك حتى الآن، ولم تتحرك من مكانها أيضا. هذا الشخص ذهب إلى شقة سكنية انتشرت عنها بعض الأخبار بأنها مسكونة بالأشباح لكي يوثق ذلك بنفسه، وفي البداية ظل جالسا على الأرض وسمع صوت طرق الباب، ولكنه تجاهل ذلك، وبعد فترة ذهب إلى الحمام، وعندما خرج من هناك ظهر ظل أسود في المرآة، ولكنه لم ينتبه لذلك، وفي الليل قرر النوم هناك وظلت الكاميرات تصور كل شيء. وفي تلك اللحظة بدأت تحدث الكثير من الأمور الغريبة، ففي البداية تعلق المعطف المعلق في الغرفة، ثم اشتعلت إضاءة المطبخ، ثم سجلت أصوات طرق على الأرض، ولكنه ظل نائما. وبعد قليل بدأت المياه تنهمر من الصنبور من تلقاء نفسها، فاستيقظ بسبب ذلك، ولم يعلم ما الذي حدث قبل ذلك إلا عندما شاهد المقاطع. وعند مشاهدة ذلك بتمعن يبدو أن كل شيء حدث بتخطيط مسبق. أخبرونا عن أرائكم في التعليقات. هذا المقطع سجل بواسطة كاميرا المراقبة في موقف للسيارات، وظهر فيه شيء أبيض اللون يطير في الهواء ويقترب من السيارة ثم يبتعد عنها، وحراس الأمن لم يجرؤوا على الذهاب إلى هناك لتفقد ذلك. وبعد قليل ذهب اثنان منهما إلى هناك، ولكنهما لم يريا شيئا. وبعد انتشار المقطع افترض بعض الناس أنها قد تكون ذبابة أو حشرة ما، وظهرت في الكاميرا بهذا الشكل. هذا الشخص قرر استكشاف مدرسة قديمة ونجح في تصوير شيء مخيف بالفعل، فأثناء تصوير المكان ذهب إلى إحدى القاعات الرئيسية، وعندما هم بالدخول لمح فتاة مخيفة بالزي المدرسي، وكانت جالسة على أحد الكراسي، فأصابه الخوف بسبب ذلك، فخرج من هناك ثم عاد للتأكد من ذلك، ولكنه لم يجد شيئا هذه المرة، ولم يجد أي إجابة على ذلك، وبعض الناس يعتقدون بأنه مقطع مزيف، ولكن ليس لديهم أي دليل دامغ على ذلك. أخبرونا عن أرائكم في التعليقات. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي، وضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات، وأيضا ليصلك كل ما هو جديد لدينا. وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.